بكل تأكيد يريد كلا الفريقين الخروج بنتيجة إيجابية، لأن من يخسر مباراة الأولى في دور المجموعات بيمر فيها بيعدي فيها راح ينفرد بعيدا عن اللاعبين. تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، بيرسل الكرة في الخلف. أوهو بكل هدوء كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، الكرة في المرمى، حطها براسه. يا رباه يا الله، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. بينية بتعدي، بينية بتمر، تسديدة. يا رباه، روما يسجل. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة. أوهو بكل هدوء بكل أناقة، الله على النهاية. يتقدم فيها، تدخل بيخلص الكرة. أوندر أليساندرو فلورينزي، كرة أخيرة للتقدم الآن، أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي، تعادل استمر فيها. الفريق راح يستخدم هذه الخطة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية واللي يعتمد فيها على الأجنحة. تمريرة وفرصة تصويب الآن، الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى يشعل. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، تصدي من الحارس، مزرت الكرة خطيرة، كرة بتتشتت من الدفاع. فرصة هدف في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث، هاتريك لهذا اللاعب الكبير. استغلال جيد للجناح من روما، فرصة هدف الآن، روما يسجل.
الجناح من روما. ممكن ارسال كرة عرضية خطيرة، ممكن التقدم الآن. مجنون حارس المرمى، شوف الدفاع عن المرمى، تصويبة باتجاه المرمى، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي. أجواء بخصوص توقيع مانشستر يونايتد مع لاعب جديد. كرة بتضرب الخط الخلفي، يا لعيب يا مجنون يا فنان يا أخي، أنت كيف تلعب كيف تلعب دفاع جميل. الكرة البينية، يا الله على النظرة، عرضية ممتازة في وسط المنطقة، يا الله بيلعب الكرة في المرمى الخالي. تعادل يأتي يعيد المباراة. فرصة للتقدم في المباراة، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز، تخرج اختباء جديدة من جانب دكة البدلاء، محاولة هدف الحسم، تسديدة قوية لكن ركلة الترجيح الأولى، تصدي رائع من حارس المرمى. روعة هذا التصدي، أي قفاز تملك وأي عين ترى بها، كرة يمنع الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب، ركلة تنفذ بنجاح. ثقة كبيرة، خبرة السنين وداها وين، والحارس وين، والفريق ناوي على وين. توقع ممتاز من حارس المرمى يبعد ركلة الترجيح. الكرة إلى خارج المرمى، لم يكن في وضعية مريحة، كان قلقا في المرمى، في المرمى مسجلا بركلة الترجيح. يرسلها إلى الشباك، تنفيذ ناجح من اللاعب. بنجاح يضع الكرة في المرمى، الله على ركلة الترجيح الرائعة. كرة أخيرة للفريق، إما أن يسجلها أو أن يخسر الفريق. يا رب، حارس المرمى يتصدى، ركلة ترجيح حاسمة ليؤهل فريقه إلى الدور القادم من البطولة. الله على هذا البطل، لهذه المرمى قرار المباراة. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، عرضية على القائم الخلفي.